أهلا بكم متابعينا الكرام، تشاهدون اليوم شبح السيدة التي تستقل التاكسي إلى الطفلة التي تلعب بآلة الثلج وحتى الشبح الخفي الذي يصعد السلم والكثير. تابعوني حتى النهاية وأتمنى أن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو. أحد سائقي التاكسي في اليابان أوقفته سيدة في الطريق وما حدث معه تقشعر منه الأبدان، فحينما توقف للسيدة قامت بفتح الباب، وحينما نظر لم يجد أحد يركب التاكسي، وغلق الباب مرة أخرى ولم يركب أحد. سار الرجل في طريقه فالتقطت كاميرا السيارة ما هو مفزع. فلقد ظهر شبح السيدة يركب السيارة بالخلف، تظهر مرة وتختفي مرة. وعند التدقيق في التسجيل وجد أن لها عينا مفتوحة وأخرى مغلقة. سائق التاكسي قال أنه في ذلك الوقت لم يكن يعلم بما يدور خلفه، ويعتقد أن الشبح ربما يكون لسيدة فقدت حياتها على الطريق الذي كان يسير فيه. سائق شاحنة كان يسير ليلا بصحبة أحد الأشخاص، وأثناء سيره في الطريق تفاجأ بظهور مفاجئ لسيدة تعبر الطريق، فصرخ الرجل لأنه ظن أنه دهسها، ولكن حينما نظر في المرآة خلفه لم يجد أي أحد وكأنها تبخرت. بعدها عرف السائق أن بذلك المكان وقبل 8 سنوات فقدت إحدى الفتيات حياتها على نفس الطريق بسبب دهسها بشاحنة مسرعة، ومن وقتها تظهر الفتاة وهي تعبر الطريق ثم تختفي. إحدى الفتيات نشرت فيديو على التيك توك تقول أن آلة الثلج لديها تصدر أصواتاً مزعجة بالليل، فقررت تصوير الآلة لتنشرها، ولكن ما صورته كان صادماً. فقبل أن تشعل الضوء ظهرت فتاة صغيرة أمام آلة الثلج وكأنها تلعب بها، وحينما أشعل الضوء اختفت. أحد اليوتيوبر في هولندا وحينما كان يعمل على جهاز الكمبيوتر بدأ في سماع صوت غريب يصدر من غرفة نومه، فأمسك بهاتفه وبدأ بالتصوير. وفي البداية لم يجد شيئا بغرفة النوم، ولكنه سمع طرقا على باب الشقة. فتوجه نحوه وبدأ الطرق يزيد. فتح الباب ولكن لا أحد. وبدأت الأحداث الغريبة تتوالى، فلقد شعر وكأن شيئا ما غير مفسر يحدث له، فقرر جمع الأدلة ليعرف ما يدور، فقام بتثبيت كاميرات بالمنزل لتصور ما يحدث به أثناء تواجده خارج المنزل. وعندما عاد وبدأ يشاهد ما سجلته الكاميرا صدم مما وجده.
يبدو وكأن شخصا ما غير مرئي يمشي بالمنزل ويحرك كل ما يقابله في طريقه. يقول هذا الشخص أنه يجلس وحده في المنزل ويسمع صوت خطوات بالخارج وكأن أحدا ما يصعد الدرج، فقام بتشغيل الكاميرا وهذا ما صورته. لقد كان هذا حقا مرعبا. إحدى الفتيات تعاني من نشاط غريب في منزلها، ومن بين كل الحوادث الغريبة التي حدثت لها كانت تلك هي الأكثر رعبا. تلك الفتاة لا تعرف ماذا تفعل، ولكن بالحقيقة عليها حقا مغادرة ذلك المنزل. أحد الأشخاص يعمل في منزل كمهندس ديكور، ولكنه يقول أن ذلك المنزل مسكون، فلقد حدثت به أشياء غريبة. فأثناء عمله بمفرده في المنزل، ولحسن حظه أنه استطاع التقاط ما يحدث من أشياء غريبة على الكاميرا. يقول أنا الآن أجلس بمفردي تماما، وأثناء عملي في ذلك المكان بالتحديد أسمع صوت خطوات وكأن أحدا ما يمشي بالأعلى ويجري ذهابا وإيابا. أحد المنازل المهجورة مليء بألعاب الأطفال القديمة، وأثناء استكشاف إحدى الغرف حدث ذلك. فلقد سمع صوت طفلة تغني ثم سكتت، وأثناء تفقد المكان وجد حصان خشبي قديم يهتز وكأن طفل صغير يلعب به. فترك المستكشف كاميرا لترصد المكان فسجلت ذلك. وفي النهاية أتمنى أن ينال الفيديو إعجابكم. في أمان الله.